والله احنا تدريب النهارده عملناه على اساس موضوع الدراسه الذاتيه، وعلى اساس برضه نطلع كوادر من عندنا الناس تفهم الجوده مظبوط، لان احنا كنا تقدمنا قبل كده للجوده وحصل ان احنا ما وفقناش، فهنقدم مره ثانيه، وبالتالي عاوزين نعمل كوادر تفهم الجوده كما هي. والله العوائق احنا كنا تقدمنا ب 14 معيار، نجحوا 14 وفي 4 ما هماش كانوا كاملين، فبنحاول دلوقتي احنا بنشوف ايه هي النواقص او هي مواطن الضعف عشان نقويها، وبنشوف برضه مواطن القوة عشان نعززها، وان شاء الله يعني نتمنى ان احنا نوفق في المرة الثالثة يعني ان شاء الله.